خويا كاين واحد كوميرسيال كاين صبع للناس كبار في السالميه بالكاشي ديالو كوميرسيال كيدخل عندنا العائلات الكبار وكيطرح عليهم 100 جيجا 200 جيجا ونصب لي على الدار ديالنا على الاب ديالي اللي عنده 80 عام هذا هو دخلوا الانترنت جا لقى الوالده ديالك بوحدها رحبوا به وسينا معهم الكونترا وعطاو افونس ديال 250 درهم وجا القهوه هنايا وانا ما عرفتش منو النصاب انا بغيت نحضر الساكنه ديال السالميه من هذا النصاب راه عندي كلشي ما يوفي عندي الجي سيف ديالو وها الكونترا اللي سينا بالكاشي بلونطيط ديال اتصالات بكلشي يعني بالكونترا ديال اتصالات بكلشي كونترا بالكاشي بكلشي مشيتو سولتو عليه ومن سولني عليه في اتصالات المغرب لاجونس مشيتو شفتو لاجونس لاجونس هاد السيد كاع ما خدام بصفه نهائيه يعني السيد ما خدامش كاع في اتصالات خدام في اتصالات كنصب هذا نصاب كنصب بسميت اتصالات المغرب وكاينين ناس اخرين تما تما نصب عليهم ما نخدمش عليهم رجع لنا القهوه اين منطقه انتوما كتسكنوا اسيدي السالميه السالميه سالمية جوج زقة 18 والدار اللي نصب عليهم في زقة 13 شنو هي الرسالة ديالك اخويا؟ حذاري من الساكنة ديال السالمية على هذا النصاب احنا غادي نوريو الوجه ديالو دابا حذاري حذاري من الساكنة ديال السالمية وحي النصر والوحدة ومجاورهم من هذا النصاب شكرا